ايش يعني التزام تنظيمي؟ يعني اجي احصلك على مكتبك جاي حضور صلاه، هذا مهم جدا يا اخي. معقول انا اجي احصل موظف استنى؟ هتعطيه، لانه الشغل في الاخير هنا مراجع. اذا واحد التزام من التنظيمي، اثنين الالتزام بالخطه، في خطه تشغيليه راح تلتزم بها. رقم ثلاثه تحقيق المؤشرات. لحظه الاولين كلهم ما قالش مؤشرات، ذلك جالسين يقيسون نتائج، هنا جالسين يقول مؤشرات، يحققون المؤشرات. طيب ايضا رقم اربعه، اربعه دورهم كالتالي، حل المشاكل اليوميه. في مشكله يوميه للمراجع يسوون؟ يتصرفون يحلوها. اربعه تقديم المقترحات. يقدمون يرفعون تقارير. خمسه تقديم مقترحات والتقارير. ليش؟ عشان يزودوا المنظمه بعملهم. فلاحظ معايا ايش الاشياء اللي عندهم مطلوب منهم؟ قال لك مطلوب منهم الناس دول اللي هنا في الاداره التشغيليه عندهم الشيء التالي. واحد اول شيء، واحد في الاداره التشغيليه اول شيء عندنا هنا الالتزام. تذكروا الالتزام عندهم رقم واحد، الالتزام الان بالرؤيه والرساله. ليش؟ هم ما كتبوها، بس هم ماذا يفعلون؟ هم اللي يترجمونها، هم اللي ينفذونها، هم المنظور شوفوا ينفذونها. ايضا عندهم عمليات التخطيط لتنفيذ الخطه التشغيليه، فعندهم هنا الخطه اللي اسمها الخطه التشغيليه، فلاحظ التخطيط التشغيلي كان موجود في هذا المكان. عندهم ايضا العمل بكفاءه وفاعليه، تذكروا الكلام كان كل عن الاخ الكفاءه والفاعليه، فدول دورهم العمل بكفاءه وفاعليه عشان يضمن ان عندنا في جوده. طيب ما دورهم؟ دورهم ايضا بناء الادله الاجرائيه والنماذج التنظيميه. يبدون يساعدون في وضع ادله عشان لو تغيروا او جاء اي واحد يقدر يشتغل، فيسوون ادله اجرائيه. ايضا دورهم العمل بكفاءه وفاعليه لانجاز الحلول والقضايا، اي شيء هم مكلفين به ماذا سيفعلون.